السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد في قناتكم المتميزة مطبخ وتدابير أم جنان. إن شاء الله تكونوا في أتم الصحة والعافية. اليوم جيت لكم بوصفة لزيادة الوزن وفتح الشهية، ولكن قبل ما نبدأ نتمنى من كل واحد دخل عندي جديد للقناة أن يشترك فيها والضغط على جرس التنبيهات ليصلكم مني كل جديد لحظة نزوله. بالنسبة لمكونات هذه الوصفة، رانا نحتاج مربى التين، فهو يحتوي على العديد من العناصر المفيدة في زيادة الوزن، وهي فيتامين بي، وكذلك تحتوي على عناصر كبيرة من المعادن والكالسيوم الهام للعظام وتقوية الجسم، وكذلك السكريات والسعرات الحرارية لزيادة الوزن. أما بالنسبة للمكون الثاني وهو حلوة الترك التي تساعدنا على زيادة الوزن، كونها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية. أما بالنسبة للمكون الثالث وهو الحبة السوداء، الحبة السوداء تساعدنا على علاج قرحة المعدة. كما تعرفوا كل شخص يعاني من قرحة المعدة ما راحش يسمن، أو هي اللي راهي تخلينا الشخص ينقص وينخفض نسبة الوزن تاعه. اما بالنسبه للمكون الاخير وهو هيبتاجين، هيبتاجين نستعمله لفتح الشهيه فقط. الان نرجعوا لطريقه اعداد هذه الوصفه. هنحضر الاناء اللي غادي نحضروا فيه الوصفه تاعنا، راح نضيف المقادير. انا اخذ 3 ملاعق صغار من مربى التين، راح نحتاج 3 ملاعق، ملعقة صغيرة اثنان ثلاثة، ثم راح نحتاج نصف ملعقة من الحبة السوداء، ثم نحتاج هيبتاجين ملعقتين، نحتاج من الماركت صيدل. نأخذ من الهيبتاجين ملعقتين صغيرة فقط، هذه الكمية قليلة من الهيبتاجين، نستعمله كل يوم كمية قليلة فقط من هبتاجين باش ما تضرناش في الصحة تاعنا. انا راح نضيف قطعة من حلوة الترك، ثم راح نقطعها الى قطع صغيرة، نخلطوا المزيج تاعنا كامل حتى نتحصلوا على عقدة. ان انا تحصلنا على عقدة، هذه هي العقدة لزيادة الوزن. نرجعوا طريقة استعمال هذه العقدة. حنأخذ هذه الكمية كل يوم قبل النوم، ولكن لازم ما نشربوش الماء بعد هذا العقدة لمدة 45 دقيقة باش تنجح هذه العقدة معنا وتزيد لنا في الوزن تاعنا. نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله.